الظروف الصحية التي نعيشها منذ شهر فبراير الفارط فرضت على التلاميذ عدم تلقي دروس الفصل الثالث، وهو ما تعمل عليه حالياً وزارة التربية من خلال مخطط ستخرج به في الأيام القليلة القادمة لمحاولة دمج هذه الدروس في الموسم المقبل. أننا نقص الخطر دقات التنسيقية قبل ذلك في تخفيف المحفظة المدرسية وتخفيف المناهج، حذف الدروس وحذف الحشو. كما تعلمون أن السنة الرابعة هو السنة الرابعة ابتدائي هو المنهج الأكبر في التعليم الابتدائي، والآن انطلقين السنة الخامسة، فهم لم يدرسوا الكسور ولم يدرسوا التناسبية في الرياضيات ولم يدرسوا جمع المذكر السالم إعرابه وكذا، يعني اللغة العربية بعض الدروس مهمة لم يدرسونها. فإذا علينا أن نكيف الأمور وأن يعني نعدلها على أولا بحذف الدروس الزائدة وهي وما أكثرها، وأيضا على وضع خطة جديدة في التعليم الجزائري تركز على الكم ولا تركز على الحجم. هو الدروس المحذوفة لازم تكون معروفة عند جميع الأساتذة في أقرب وقت، حتى إذا كان قرب قبل أوت ولا في شهر أوت لازم تعرف حتى الأستاذ يعرف كيف سيساير هذه المحنة هذه. ما هو مطلوب من الوزارة في هذه الخطة هو تفادي حشو الدروس أو زيادة في الحجم الساعي حتى لا تقع في ورطة أخرى. إذا زاد الحجم الساعي يكون مشكل للتلميذ، لأن التلميذ ليس بقرص صلب نضيف له إلى المعلومات، وكذلك يوجد إرهاق للتلميذ إذا أضفنا له بعض الدروس، يكون انعكاسه سلبي وجد سلبي على التلميذ. لأنه علاش؟ لأنه التلميذ من مرس مدرش، إذا ننسى، وخاصة المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، لأنها هي تكملة لبعضها البعض. إذا هو مشكل صعب وجد صعب على التلاميذ وعلى الأساتذة. صحيح أن دروس الفصل الثالث هي قليلة بما أنه أقصر فصل، لكن إذا ما أدمج في فصل آخر وبدون انقطاع حتما سيكون ضرر على قدرات التلميذ. فما هي خطة الوزارة الوصية لتفادي هذا الضرر؟